معكم، بإمكانكم كما ذكرناكم كما عودناكم التواصل معنا بآرائكم وتعليقاتكم عبر الموقع الذي يظهر أسفل الشاشة. محمد، كنا نتكلموا على المنتخب الجزائري من ناحية التقنية، لأنه من ناحية خاصة استراتيجية اللعب، لأنه أمس ما تكلمناش عليها كانت الفرحة كبيرة. المنتخب الجزائري حافظ على استراتيجية مثل ما كنا نتكلموا. سي فري سي سي اون لو كومبار بار رابور ا لا كوري، نقول بلي ما غيرش في السيستم، ما غيرش حتى في شيما تاكتيك تاعو، ربما لقى ان جوست ايكيليبر بين الدفاع والهجوم، وهذا هو ليكيليبر اللي كان يحوس عليه، وهذا اللي خلى باش حنا كانت عندنا الكره، كي كانت عندنا الكره هاجمنا، ونهار ما كانتش عندنا الكره عرفنا كيفاش رجعنا المناطق تاعنا وغلقنا كاع على لي زيسباس. نقول باللي من ناحيه سي لو بلون تاكتيك اللاعبين خدموا مليح، نعم. ما سي لو بلون تكنيك اوسي اون دي جوار كي اون ان بوتونسيال اكسترودينير بارابور، كي نقول باللي ابراهيمي فغولي جابو سليماني ابن طالب اللي عندهم اون تكنيك انديفيديوال اللي خلاتهم باش يقدروا يكسبوا يتعاملوا مليح مع الكره. نعم، ايضا نتكلموا على اللاعبين، لا باس ان نشاهد صور للاعبين، صور الفرحه بعد صفره الحكم النهائي، وكيف تنقلوا الى الفندق وكيف كانت الاجواء مع الانصار. نتابع ما رصدته لنا بعثه الشروق في البرازيل سمير جانا وكذلك محمد محمودي والمصور بوجمع. نتابع.
أجواء احتفالية كبيرة صنعها اللاعبون مع الأنصار، كيف لا وقد تأهلت الجزائر لأول مرة في تاريخها إلى الدور الثاني، لكن هذه الأجواء كانت معها تصريحات اللاعبين لبن طالب وكذلك بوغرة ورفقائه الذين تحدثوا عن مباراة الجزائر ألمانيا في الدور المقبل. نتابع تصريحاتهم ونعود. Non, c'est vrai que c'est exceptionnel cette victoire ce soir. On est vraiment content. Voilà, on remercie Dieu de nous avoir facilité pour cette victoire, pour passer au deuxième tour. Voilà, on remercie tout le peuple algérien pour nous avoir soutenus durant toutes ces années. Voilà, et franchement, alhamdoulilah, c'est exceptionnel. On vient d'écrire une page de l'histoire de l'Algérie. Voilà, et on espère qu'on va continuer comme ça. Alhamdoulilah, comme l'a dit Yacine, on est très fiers. Voilà, on est passé. C'est pour tous les Algériens, tous les Africains, tous les musulmans, tous les arabes, voilà. On est très fiers ce soir, on a mérité de passer. Félicitations à la Russie qui nous a posé beaucoup de problèmes et vive l'Algérie. Alhamdoulilah rabbi hada kamel ma djesh hakdak ta3abna w khdemna bzaf ta3aw soutou bel maouna ta3 yani ennas kamela hnaya mach ghir li jouar staff technique staff medical yatihom el sahha w hada kamel rja3na bel akchft bel farha w alhamdoulilah inshallah nkounou farahna yani cha3b el jazairi w cha3b el arabi kamel. Alhamdoulilah qui wafqna rabbi, alhamdoulilah kima qult ana dkhlna el tarikh. Je pense qu'on a fait deux grands matchs. On mérite cette victoire, on mérite cette qualification. Alhamdoulilah wafqna rabbi, alhamdoulilah. Honnêtement, pour l'instant, je pense pas trop à ce match-là. Je pense plutôt à savourer. On sait qu'on va affronter les favoris de cette Coupe du Monde. Il va falloir prendre du plaisir, on n'aura rien à perdre. Favori pour gagner cette Coupe du Monde. Mais on va faire comme dans tous les matchs, on va tout donner et tout faire pour gagner. Mais on est fiers de cette qualification. Et franchement, c'est très fier. Je suis fier de tous mes coéquipiers, tous les staffs, et aussi de tous les Algériens, et fier d'être Algérien. Et Inch'Allah, maintenant, on va se reposer. Et on jouera ce 8e de finale, et on n'a rien à perdre. Et on verra contre une très grosse équipe d'Allemagne, et on verra sur 90 minutes ce qu'on peut faire. نعم، الجزائريون قدموا مباراة كبيرة بطاقم الطبي وكذلك طاقم التقني واللاعبين والأنصار كلهم كانوا ساهموا في هذا الإنجاز الكبير. شيخ نور الدين سعدي، اللاعبين حسينهم مرتاحين وحققوا الأهداف هو التأهل للدور الثاني، مباراة ألمانيا حتكون سهلة بالنسبة لهم. في كرة القدم حلاوة الفوز ما عندوش مثال. نعم، للأسف مرارة الانهزام نفس الشيء، حس بها خاصة المدرب اللي دائما ظهروا عريض اللي يدي كل المسؤوليات. نعم، ولكن يوم تكون فرحه كما هذه نظن راك تشوف ماهمش تاعهم وحدهم، راهم قسموا الفرحه مع كل الجزائريين كم المليون، حتى البلدان الاخرين شفناهم انضموا الينا. شفت انا قبل ما نجي في فلسطين، في الصحراء الغربيه، في تونس، في يعني الفريق قدر انه يجمع كل شمول العرب، في كل شمول الناس اللي تحب الجزائر والجزائريين. نعم، كانت فرحه كبيره. نظن في المباراه حبيت نقول حاجه. نعم، واحده كان يقول محمد قعد في التشكيله وما غيرش، وهذه نفس استراتيجيه ونجح الفريق بها، والحمد لله ان جابوا اثبت باللي الكلام اللي كان ينقال عليه جابوا ابراهيمي تاعنا. ابراهيمي ما نتكلموش عليه، باين، ولكن جابوا كاين فيه دائما تشكك، حتى في المباراه اللي فات مع كوريا قال خرج لانه يتعب. البارح لو كان خرج ممكن ما يكونش هذاك الكفرون اللي جابوه على 60 مينيت. نعم، 60 دقيقه قدر يهاجم، ونظن البارح تبين ان طريقه الهجوم ما يعنيش ان الناس لازم تلعب في 18 متر. نعم، البارح ما نقدروش نقولوا ما لعبناش دفاعيا، لعبنا دفاعيا. نعم، ولكن كل فريق دار دوره، يعني يوم تكون عنده كره يلعب، يوم ما تكونش عنده كره تكون عنده ديك الشجاعه باش يسترجع بالكومبا بالديويل الكره تاع اللي ياخذوها الرواسه. نعم، الجزائريون كلهم متفائلين. مثلا ميموريال يقول سنتاهل لربع النهائي مع في الخامس جويليا، وكانه الجزائريين خلاص مثل ما كان يقول الشيخ نور الدين سعدي شعلت الشمعه. شعلت الشمعه حقيقه، لان يعني الحمد لله الان اللاعبين وكل من الطاقم على راسهم علي الوزيج فهموا الفريق تاعنا الان حان الوقت وين يصعد الى درجه اخرى. نعم، لان عندنا لاعبين وعندنا امكانيات من الناحيه الفرديه ولا الجماعيه. حتى شفنا اللاعبين اليوم في التصريحات تاعهم اللي اندهشت فيها هما في الفرحه. نعم، وفي يوم المباراه اللي تاهلوا انجاز تاريخي
هداو الفرحة هذا والفوز إلى كل العرب وتكلموا على الفريق الألماني. نعم شيخ زوير، أيضا ربما من بين الأسئلة اللي تدخل معنا رازم محمد يقول شكرا لهم لأنه صنعوا التاريخ وفرحونا، وهل شيخ سعدين ممكن نسموا هذا الجيل هو الجيل الذهبي في الكرة الجزائرية؟ لحد الآن ما نقدرش نقوله كل جيل بجيله. نعم. ما نقدرش نقوله يعني كنا نتكلموا مع واحد تقني بيل قال لك أنا نعرف حيث بدأ الآخر. نعم. ما يعرفش التاريخ نتاع من قبل اللاعبين اللي كانوا. نعم. كل الجيل تاع 82 تاع 86 تاع 90. نعم. فزنا بكأس إفريقيا، كل جيل بجيله. نعم. لحد الآن، ولكن أنا نقدر نقول لك حاجة واحدة، الأجيال يفوتوا ونزيد نعاودها وقلتها. نعم. مرة في الشروق ما كانش جيل يخرج واحد يدير لي بينالتي كما محمد. أنا دربت ما نيش عارف لا دربت ولا ما دربتوش، كنت في الطاقم الفني على كل الماء سعدان لحد الآن. رحت لتونس، رحت دائما كي ندير لي بينالتي نقول لهم يا ودي لازم نجيب ندير فيديو وتوري لي بينالتي. نعم. خطرت معاه قداه مرة أبري لي نقعدوا ساعة ساعة. نعم. قد يضربها تدخل. نعم. يعني انت دائما كان محمد كان تتمكن في الناس اللي ما يعرفوش الجيل تاع محمد كانوا يلعبوا كره. هذه المقاربه جميلة جدا. نعم. هذه المقاربه في الاجيال هو جيل 82 الذي واجه ايضا منتخب المانيا وهزمه، لكن المانيون يقولون بان ستكون مباراه الثار للجزائر، والجزائريون ايضا يقولوا انها ستكون مباراه الثار لانهم قد سحبت من تحت ارجلهم بسطة التاهل الى الدور الثاني. كريم شعير ومقاربه مباراه الثار التي ستكون بين الجزائر والمانيا، نتابع. وكأن التاريخ يعيد نفسه من جديد، لعبة الحظ تضع الجزائر في صدام عنيف مع ألمانيا لحساب الدور الثاني من مونديال البرازيل في مواجهة يتمناها العرب من المحيط إلى الخليج، نسخة كربونية عن تلك التي لعبت منذ 32 سنة من الزمن على أرض الأندلس. قد يختلف الزمان ويتغير المكان، وقد تتبدل المعطيات وتنقلب الموازين والمؤشرات، ولكن الحدث ثابت لا تحركه سوى عزيمة المحاربين في عراكهم مع أحفاد الجرمان كما حركته ذات جوان من سنة 82 900 ألف. الجزائر ألمانيا مواجهة ثأرية ثنائية الأبعاد بين طامح لرد الاعتبار وعازم على استرجاع حق المرور إلى ثاني الأدوار. التقى المنتخبان في الدور الأول من مونديال 82 الذي أقيم بدولة إسبانيا في مباراة ربحها الجرمان بلغة اللسان وكسبها المحاربون بلغة الواقعية فوق الميدان، فكانت الغلبة آنذاك لزملاء الفذ جمال زيدان بثنائية حملت توقيع الثنائي رابح ماجير والأخضر بلومي. ورغم أن الخضر حققوا انتصارين في تلك الدورة إلا أنهم ودعوا المونديال في أولى الأدوار بعد مؤامرة قذرة حيكت ضد الممثل الثاني للعرب من قبل ألمانيا والنمسا في مواجهة ستظل وصمة عار في جبين المنتخبين. ومن دون شك فإن أحفاد الجرمان يدركون قوة وصلابة الجزائريين في المناسبات الكبرى، كيف لا وقد قال زعيمهم الروحي أدولف هتلر أعطيني جنديا جزائريا وسلاحا ألمانيا أجعل أوروبا تزحف على أناملها. هي مباراة كبيرة ستكون منتظرة الاثنين المقبل بين الجزائر وألمانيا، بين الأفناك وبين بين المحاربين والماكينة الألمانية. هل الماكينة الألمانية ستتعطل عندما يكون المحاربون في مواجهة في موقعة بورتو أليغرو؟ هو السؤال الذي سيجاب عنه الاثنين المقبل. محمد، مباراة كبيرة بين الجزائر وألمانيا. ظاهر شوف صفات من ناحية تاريخية كبيرة. لا بيان سور بيان سور، كنا نقول باللي كانت مقابله اللي ربما قعدت في التاريخ. واليوم حتى اليوم ابخي ما حفظتهم ظاني من 82 حتى اليوم. نعم. ما زالت الناس تهضر عليها والناس تفكرها، وحتى انتم حتى كاع لي تيليفزيون راهم يعاودوا الشعب يطلبها باش تعاودوا تجوزوها. نعم. نقول باللي من ناحيه الفنيات او التكتيكات او الاهداف او لو روندمون دو 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 جوار ايت اون بارتي اكستراوردينار. نعم. وهذا الشيء اللي ما تقبلوش الالمان، سي بور سا كو اليوم انا نقول لك باللي يا موبيليزاسيون
كبيره كبيره على المقابله تاعنا بين المانيا والجزائر. Ils attendaient que ça depuis tant d'années. Le Boubachi a eu le mot avec les anciens. Nous avons le fait. Aujourd'hui, ils sont venus. Mais je pense que cette génération a montré que ce fouz n'était pas... Jazhar, voilà. Nous avons gagné avec l'Ada. Et cette génération est capable... كي نشوفوا ثاني ابراهيمي في غولي لا جابو سليماني عندهم الامكانيات يقدروا يلعبوا كره. نعم. دونك هذه فرصه باش ياكدوا باللي الفوز تاعنا. نعم. كلهم محتكين بالمستوى العالي، لكن ربما اطماع اصدقائنا في الفيسبوك والانصار الجزائريين تبقى دائما متواصله. ياسين كوكو يقول خلونا ب 82 نصوموا رمضان نربحوا الالمان، وايضا يقول عادل بالخير يقول حققنا إنجازا كبيرا وتاريخيا، إلا أن هذا لا يمنع من أن نحقق نتيجة أفضل في وهي التأهل. وأيضا فاتح ساعد يقول مبروك علينا وإن شاء الله نربح ألمانيا 1 2 3 فيفا لارجيري. وأيضا كل من تدخل معنا زهير أنه حقيقة كنا نحب أن نتأهل للمونديال، وبعد التأهل للمونديال كنا نحب أن نتأهل للدور الثاني، وبعد التأهل للدور الثاني تبقى الأهداف متواصلة هو الفوز على ألمانيا. إيه كما يقول المثل الشعبي يقول لك لابيتي فيا اون مونجون سي كوم سا لو فوتبول طون كو كما قال الشيخ سعدي كي تشعل الشمعه تشعل الشمعه دونك سي سا اون اي اون ايكيب ماتنون الفريق تاعنا راه متواجد وراه بكل ثقه وكل الناس تحيطين به وكل الناس مأمنين به دونك لازم يكتسبوا هما هذه الثقه ويدخلوا هذه المباراه بدون مركب نقص. ونظن احنا دون الفوتبول ريان ايت امبوسيبل ريان ايت امبوسيبل اي سو ني با اون سانس اكزاكت دونك اون فا رونتري ونلعبوا الكره تاعنا اللي مالفين نلعبوا بها بالهجوم تاعنا بنفس الطريقه بنفس اللاعبين وان شاء الله راح يكون فيها خير. انا متفائل كثير متفائل بان الفريق تاعنا راح يعمل نتيجه كبيره ضد المانيا. نعم ان شاء الله. مشاهدينا الفاضل برنامج استوديو مونديال يبقى متواصل معكم، وفي بعد الفاصل سنشاهد ونتابع مباراه الجزائر كمباراه التي ستجمع الدور الثمن النهائي الاول بين البرازيل والشيلي وكولومبيا والاوروغواي، وكذلك كواليس متابعه استوديو مونديال والفرقه التقنيه والصحفيين مباراه الجزائر وروسيا. لكن كل هذا وغيره بعد الفاصل، فابقوا معنا.